الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن أبي بكر الصديق: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي بكر، وهذا أصح. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله، ما بعد. باب في ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار على الوجهين. ذكرنا في المجلس السابق الحديث في الوضوء مما غيرت النار، وهو الحديث: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أو ثور أو أقط أو من ثور أقط. قلنا ثور الأقط هو القطعة من الأقط تسمى ثورا، لكن هذا كان أول الأمر، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ما كان يقبل هذا الحديث، لأنه يرى أن هذا كان في البداية في أول الأمر، ولذلك اعترض. وأبو هريرة تكلم بكلام وقاعدة في الواقع أنه لا يعترض على الحديث بالمثال، ولكن ابن عباس معه أيضا أثر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما باب ترك الوضوء فحسب صنيع الترمذي يقصد أن هذا الترك كان بعد العمل بهذا الحكم، يعني أنه نسخ، يعني هناك ميل من الترمذي إلى أن هذا نوع نسخ. والصحيح أنه نسخ جزئي، النسخ يكون نسخا كليا ويكون نسخا جزئيا. الشيء الذي له أقسام أو أنواع أو له شروط وجاء النسخ على بعض تلك الأقسام أو الأنواع أو الأفراد أو الشروط، فهذا يعد نسخا لكنه ليس نسخا كليا. يعني لما نسخت القبلة لم ينسخ أن المسلم يجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن الذي نسخ هو جهة معينة. نسخ أنك تتوجه إلى بيت المقدس وبقي أنك تتوجه إلى بيت الله الحرام، فهذا نسخ في الجهة لا نسخ لحكم القبلة. هناك نسخ يكون، يعني بعض أهل العلم رأى أن النسخ في بعض الأحكام للعبادة المعينة هو نسخ في الواقع، لكنه لجزء من ذلك في شرطها أو في بعض أفرادها في عدد الركعات إلى آخره. فهل نسخ الخمسين صلاة إلى خمس صلوات هو نسخ ولا لا؟ العلماء منهم من قال نسخ ومنهم قال ليس بنسخ، لأن النسخ عند من قال بشرط إمكان العمل لم يمكن العمل، لأن النسخ إنما يقع على ما أمكن به العمل، والصحيح أن هذا الشرط غير لازم،
فرضت الصلاة 50 صلاة على الحقيقة بدون إشكال، ثم خفف عن المسلمين إلى 5 صلوات، مع أنه لم يمكن للمسلمين، لم يبلغهم ذلك، يعني حصل هذا قبل البلاغ. هذا يدل على أن النسخ يجوز قبل البلاغ ويجوز قبل إمكان العمل، هذا هو الصحيح. إذن هذا نسخ جزئي، مع أنه نسخ للجزء الأعظم من حيث عدد الصلوات. وهكذا إخواني في بقية الأمور، قد يكون النسخ لشرط من شروط العمل، يعني كأن يكون مثلا مفروضا فيها الطهارة ثم يسقط الطهارة، وهكذا. هنا النسخ كلي ولا جزئي؟ هنا النسخ من حيث الحكم لا كله، فالمشروعية ثابتة في الوضوء مما غيرت النار. فلو أن إنسانا أكل لحم شاة مصلية مشوية إلى آخره مطبوخة، فهل يشرع له أن يتوضأ ولا لا؟ تفضل. يشرع، يعني في الجملة يشرع. لو أن إنسانا لبس رداء وخلعه يشرع له الوضوء من ذلك؟ لا يشرع. إذا كلمة يشرع، هذه قضية في الشرع موجودة. كان الوضوء مما مست النار في أول الأمر لازم، ثم بعد ذلك خفف عن المسلمين فلا وضوء مما مست النار على وجه الوجه. واضح؟ لا يعترض هذا الوضوء من لحم الإبل، فالوضوء من لحم الإبل ليس وضوءا مما مست النار، بل هو وضوء من لحم الإبل على وجه الإطلاق، حتى لو كان هذا الإبل كانت الإبل نيئة. إذن هذا موضوع آخر. طيب، ذكر حديث قال حدثنا ابن أبي عمر. من يذكر ابن أبي عمر هذا؟ العدني. إيش كان يسميه مسلم؟ مكي. المكي. يقصد أنه كان نزيل مكة، لذلك لا تجده في التهذيب بهذا اللفظ، وإنما تجده إيش؟ العدني. ويقول هناك نزيل مكة، لذلك سماه مسلم المكي. هو في نفسه صدوق وحافظ وصاحب تصنيف، لكنه بالنسبة لابن عيينة كان ملازما لابن عيينة، وقال كنت أختلف إلى ابن عيينة 18 سنة. إذن فيه اختصاص لله. هذا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سمع جابر قال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر. إذن من سفيان؟ سفيان بن عيينة الحفظ محمد بن عبد الله بن عقيل ولا لا؟ ها؟ محمد بن عبد الله بن عقيل كلام فيه، ذكرنا كلام البخاري والترمذي وأنهما يقويان أمره وغيرهما يتكلم فيه. هنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عقيل قال حدثنا سفيان، وهنا وقال سفيان يعني ابن عيينة نفسه. هذا إذن حديث فيه إسنادان، هذه متابعة. قال حدثنا وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر، تابعة تامة ولا ناقصة؟ بالنسبة لسفيان تامة. بالنسبة لسفيان تامة، جميل. الشيوخ كلهم سواء إلا محمد بن عبد الله بن عقيل، وجاء مكانه ابن المنكدر، دل على حفظه ولا لا؟ دل على حفظ محمد بن عبد الله بن عقيل. لذلك لما نتكلم البخاري رحمه الله تعالى ما جاء كلامه هكذا، يعني الكلام في هذا الرجل كيف يعرف؟ إذا قيس حديثه بحديث الأثبات، فإذا وجد يوافق الأثبات فإنه إذن معهم، وإذا وجد يخالفهم أو ينفرد بما لا يحتمل مثله عنهم، هنا الآن يكون الكلام. وهذا مما يؤيد كلام البخاري وكلام الترمذي رحمه الله تعالى في محمد بن عبد الله، يعني هذا الموضع، لأنك أنت تستقرئ، قراءتك لمثل هذا الكتاب يعتبر استقراء لأحوال هؤلاء القراء. طيب، عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة. هذا الكلام كان قبل صلاة الظهر. فذبحت الشاة، لما تذبح الشاة تحتاج إلى سلخ، وتحتاج إلى بعد ذلك حتى تصلى أو تشوى أو تطبخ، تحتاج إلى وقت. بينما هو يعني بينما الشاة كذلك أتته بشيء من الرطب، فأكل رطبات. نعم، قال وأتته بقناع، قناع يعني طبق،
من رطب، فقال فأكل منهم ثم توضأ للظهر وصلى. توضأ من الرطب ولا توضأ في الجملة للحدث؟ توضأ لحدثي، أو أنه توضأ للظهر لأنه كان توضأ لكل صلاة. لا أي فأكل، نعم فذبحت له فأكل، نعم فذبحت له شاة فأكل، إذن أكل من الشاة أحسن. وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى. إذن هذا الوضوء الأول هل هو من الأكل من الشاة؟ ما عندك دليل على ذلك، وإنما هو توضأ لصلاة الظهر. دليل على أنه ليس من الواجب الوضوء من الشاة، ثم انصرف يعني من صلاة الظهر، فأتته بعلالة من علالة الشاة. العلالة اللي هي إيش؟ بقية ما يعني كان أكل منها وبقي بقية، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. فلو كان الوضوء من الشاة واجبا كان توضأ العصر، ما توضأ العصر. فحديث جابر هذا دليل في موضع النزاع، وإسناده صحيح قوي، صحيح لرواية ابن المنكدر ومقوى بابن عقيل. جميل. وهذا الحديث قال فيه شيخنا حسن صحيح، وله كلام في كلمة الحسن الصحيح يستعملها قليلا، وغالب استعمالي لها في سنن الترمذي، سنن أبي داود فقط، لا تجد له كلاما آخر. يبدو لأن يعني الدراسة والعناية الخاصة بهذين الكتابين جعله يعني يستعمل هذا في تلك المواضع تنبيها على هذا الأمر، وإلا هو لا يستعمل هذه الكلمة في هذه المواضع. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق، يعني أن أبا بكر الصديق جاءت عنه رواية في هذا الجانب، لكن هل معنى ذلك أن هذا الحديث مروي عن أبي بكر الصديق؟ الجواب لا. أحيانا يكون في الباب عن فلان يكون نفس الحديث، وأحيانا يكون حديثا آخر لكنه في الباب، ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، وإنما رواه حسام بن ميصك، هذا راوي ضعيف، حتى قال فيه من قال يعني يكاد أن يترك شدة الكلام فيه يعني، لكنه غير متروك، عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر. إذن الضعيف هنا وين؟ حديث ابن عباس عن أبي بكر، يعني رفع الحديث إلى الحديث من رواية أبي بكر فيه الضعف، والذي إنما جاء من رواية حسام بن يصحك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير رواية أو من غير وجود أبي بكر في هذا الإسناد. حديث ابن عباس صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم بهذا اللفظ أو قريب من هذا اللفظ، أكل كتف شاة أو من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وجاء أيضا في الصحيحين يعني في أحدهما تعرق لحم شاة أو كتف شاة أو تعرق لحما ثم صلى ولم يتوضأ، وفي آخر أكل من عرق، والعرق والتعرق هو أكل ما بقي على العظم، يعني عندما يكون على العظم لحم قليل، فالذي يأكل هذا يقال تعرق، وهذا اللحم القليل الموجود على جوانب العظم إيش يسمى؟ العرق، العرق بفتح العين وسكون الراء، وليس العرق، العرق، العرق هو اللحم الذي يكون فيتعرقه، واضح؟ طيب، إذن الحديث عن ابن عباس هذا في الصحيحين يعني باللفظين، قال ورواه عطاء بن يسار وعكرمة محمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أبي بكر، وهذا أصح، أي المرفوع من حديث ابن عباس من غير رواية أبي بكر. وكلمة هذا أصح عنده أحيانا يكون معناها ضعف الآخر، وهذا يحتاج إلى إشارة منه. كلمة أصح لا تعني أصح بمعنى الإعلال إلا إذا كان هناك إشارة، هناك إشارة وهي ذكر حسام ابن مصك وذكر أنه خالف كل هؤلاء، فدل على أنه إيش؟ على أنه أعله. إذن لا يصح من رواية أبي بكر هذا الحديث، وإنما الكلام فيه من قبل إسناده. لذلك لاحظوا هنا إيش قال؟ قال ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل
إذن هو ذكر أنه أعلى ولا لا؟ فيحتاج كلمة أصح إلى الإعلال. كلمة أصح لا تعني الصحة في نفسها ولا تعني إعلال المستثنى أو الآخر، التصحيح يحتاج إلى دليل، وكذلك تضعيف ما دون الأصح يحتاج إلى دليل. فقضية المجازفة في الحكم على مراد الأئمة ينبغي أن لا يكون بين طلبة العلم. طيب، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي مسعود. الحديث طبعا مروي عن جمع من الصحابة، لأن هذا الأمر لا يخفى. يعني مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثل معلمي زماننا. معلم زماننا يعلمون طلابهم عن بعد، حتى لو كان جالسا في مجلسه. إيش يعني عن بعد؟ لا يجلسون إليهم، لا يأكلون معهم، لا يشربون معهم، لا يخرجون معهم. ليس هناك تربية مباشرة، ولا سيما أن الإنسان حتى لو كان في المسجد، إذا كان الشيخ يأتي ويعطي الدرس ثم بعد ذلك لا يتعرف، ما يعرف هذا من، لا يجلس معه، كيف سيأخذ منه التربية؟ التربية مجرد المجالسة لا تكفي. نعم، قد يأخذ الإنسان إذا كان الشيخ من العلماء وكذا، سمتهم، هديهم، دلهم يؤثر، خشوعهم، صدقهم يؤثر، ولكن وكذلك أسلوب الأداء تتأثر أنت، لكن التربية لا تكون إلا بالملازمة. ما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلاميذ مجردين، وإنما كانوا أصحابا. إيش يعني صاحب؟ ما معنى كلمة صاحب؟ صاحب فيها معنى زائد على مجرد تلميذ. قد يكون تلميذا غير مصاحب، واضح؟ وقد يكون صاحبا غير متتلمذ. ممكن واحد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم صاحب أيضا، ولكنه ليس تلميذا لهم. لكن هنا الجمال، الصحابة كلهم صحابة، ومنهم من تتلمذ على النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء المتقدمون، ومنهم من كان أشد تتلمذا عليه، ومنهم من هم أعظم الناس رواية، لذلك تجدهم مميزين في هذا الأمر، ومنهم من يرسمون بالفتيا. فمثل هؤلاء لهم من شاهد من الكلام أن الملازمة والمصاحبة لها أثر. قبل قليل ذكرنا ابن أبي عمر هذا، ومع أنه قال فيه يعني ابن حجر صدوق، وبعض الناس تكلموا في حفظ وكذا ليس فيه، لكنه حافظ. لكن لما كان من الملازمين لابن عيينة، تصور واحد اختلف إلى ابن عيينة 18 سنة، هو من أعرف الناس بحديثه، يصبح إذا ذكر حديث ابن عيينة حتى لو كان بينسى هذا الحديث بالذات ما ينسى. واضح الأمر؟ يعني هذه القضية. لذلك ينبغي علينا أن يكون بيننا وبين علمائنا ومشايخنا صحبة، وينبغي على المشايخ أن لا يكون منهم جفوة مع الطلاب، يكون هناك متابعة، إعطاء منهجي للدراسة، يعني كيف يبدأ وكيف يدرس وكيف يكمل ويكمل معه، ويكون التلميذ بالذات له حظوة في الأسئلة في المتابعة، يكون هناك مجالس خاصة، يكون طعام بينهم، خروج. هذا الأثر له إيش؟ له يعني من ال... طيب، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ليش؟ لأن هؤلاء ما الذي سيفعلونه؟ سيطبقون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما فائدة كلمة والعمل على هذا؟ حتى لا يظن أن هذا من ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام لا يعملونه، ليس من الخصائص. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ليعلم أن هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في عمل الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ولا سيما أهل المدينة، لأنه أعلم الصحابة، فيقول عليه عمل الناس أو عليه عمل أهل المدينة، يعني أنه سنة، أولا لشدة عملهم بالسنة، ثانيا لأنه كيف نعلم نحن أنه أراد أن يكون سنة سائرة إذا لم يعمل بها هؤلاء. لذلك نقل عن الإمام مالك أنه لا يقول بسجود الشكر. ليش؟ لأنه قال: وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجري عليه العمل. سجود الشكر الآن منهج العام صحيح، لكن بعد التتبع وجد أنه ثبت سجود الشكر عن جمع، فدل ذلك على صحة سجود الشكر وأنه من السنة. فإذا استجد للإنسان نعمة وخر ساجدا عمل بالسنة ولا لا؟
عمل بالسنة. فالمنهج في الجملة صحيح، لكن الصواب هو إثبات سنية سجود الشكر عند تجدد النعمة. قال وهذا آخر، نعم قال والعمل على هذا إن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم مثل سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار، يعني رأوا أن هذا ليس واجبا وليس وجوب الترك، لا أنه ترك أنه يعني نعم. ولذلك ورد عنهم ما ورد من الإثبات لكنه ليس على وجه الوجوب. قال وهذا آخر الأمرين، وهذا من الترمذي رحمه الله تعالى إظهارا لمذهبه، هذا إظهار لما يرى، هو يقول هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حيث الأول حديث الوضوء مما مست النار. هذا الحديث أم هذا الباب؟ الواقع أن هذا الباب، والباب ليس ما ذكره الترمذي أمامنا فقط، وإنما ما ذكره أو أشار إليه، لأن أشار أن في الباب غير هذا الحديث. فما جاء في هذا الحديث هذا الباب من الأحاديث دال على، وجاء عن بعض الصحابة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طبعا كان آخر الأمرين، هل هو أمر بالوضوء ثم أمر بمس النار، ولا آخر الأمر بمعنى الشأن، يعني أن الذي عرف من شأنه أنه كان يتوضأ أو الأمر ثم بعد ذلك ترك الوضوء. وعلى كل حال فترك الوضوء مما مست النار وإثبات أنه آخر الأمرين يكفي في إثبات النسخ، ولكن هل هو نسخ مطلق ولا نسخ جزئي؟ ونسخ جزئي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأوا من لحوم الإبل، فسئل عن لحوم عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ، إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. رواه مسلم. إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. طيب إن شئت فتوضأ، هذا يقال لمن شرب ماء واحد بسم الله، أأتوضأ من هذا الشرب؟ هذا مخالف للسنة، يتوضأ من أجل الماء ليس من السنة. لكن إذا أكل لحم شاة مشوية أو مصلية أو مخلية أو إلى آخره فقال أتوضأ منه، فقلت إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، دل على المشروعية ولا لا؟ لأنك أنت لأنه مخفف، يعني إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، هذا يدل على تخفيف الحكم وليس على إزالته. إذن هذا نسخ تخفيف، نسخ تخفيف. يمكن أن يكون نسخ بأثقل ولا لا؟ يعني نسخ بأخف، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا نسخ بأخف. يمكن أن يكون نسخ بأثقل؟ تفضل. النسخ يجوز أن يكون نسخ بأثقل، نعم بأثقل. كيف؟ يعني لا مش صيام عشرة، لو قلنا مثلا مثل مسألة الخمر أو مثلا مثل مسألة المتعة، نكاح المتعة، نكاح المتعة وقع عليه نسخان، نسخ بأخف ونسخ بأثقل. المتعة كان في العرب موجودا واضح، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه، هذا النهي نسخ ولا لا؟ لا، كان عند العرب موجودا فنهى عنه، هذا مشروعية ابتداء، والمشروع ابتداء ليس نسخا، إنما نسخ رفع حكم ثبت بخطاب متأخر بخطاب متقدم متراخي عنه. واضح؟ نسخ حكم ثبت بخطاب متقدم بخطاب متأخر متراخي عنه، هذا ما هو نسخ لأنه ليس فيه خطاب أول. طيب ثم بعد ذلك أبيح النسخ، أبيحت المتعة، جاء بعض الأحاديث أنها أبيحت في خيبر وفي بعضها أنها أبيحت في فتح مكة، ثم نسخت إلى يوم القيامة. النسخ الثاني هذا طبعا نسخ بأنها أبيحت بتخفيف ولا لا؟ تخفيف. النسخ حينما حرمت أثقل وشد، واضح؟ أحيانا النسخ يكون فيه نوع تدرج مثل مسألة الخمر، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون،
مفهوم المخالفة أنه يجوز أن يأخذها دون الصلاة أو بدون وقت الصلاة، وهذا المفهوم نسخ، واضح؟ ونسخ بتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، واضح الأمر؟ هذا أشد، صحيح؟ طيب كيف يمكن أن نفهم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني على الأقل خير أو مثل، كيف يمكن أن نفهم فيما هو أشد أو فيما هو أخف؟ إذا كان الأخف خير كيف يكون الأشد خير؟ والنسخ وقع في هذا وفي هذا. مين عنده جواب سريع مع أن الوقت يضيق عن كثرة الكلام في هذا؟ إيه جواب سريع؟ طيب الجواب السريع حتى لا نضيع فيه الوقت، النسخ إلى الخف واضح أنه أيسر على الناس، النسخ بالتدرج للأعظم، لأن النسخ إذا كان ابتداء على أشد يكون أصعب على الناس. فالخير للناس أنه يحرم عليهم ما يضر بهم بشكل متدرج حتى يصل إلى أشده، فهذا خير للناس. وهذا إذا كنا نعلم الحكمة، وإلا ربما لا نعلم الحكمة، ومع ذلك نعلم أنه خير حتى لو لم نعلم تلك. قال وكأن الحديث ناسخ للأول، كان ناسخ الحديث الأول. نعم تفضل. إشكال نعم. هنا دعوة الناس اعترض عليها بعضهم بأنه لا موجب للقول به، فليس هنالك تنصيص صريح على الناس. وحديث جابر كان آخر الأمرين وجهه توجيها آخر، حادثة معينة وقصة معينة، ثم أشار ذلك أبو داود. نعم. فالجمع أولى أن يحمل على الاستحباب ابتداء، لا سيما وقد روى الحديث الأمر بالوضوء أبو هريرة وقد أسلم بعد خيبر. وبعض الأحاديث التي جاءت في الرخصة في ذلك كان في خيبر. نعم. يعني حتى أحاديث النهي رويت بعد خيبر فليست منسوخة. فالأصل ابتداء أن نقول هو الأمر ابتداء للاستحباب وليس من الكنس. هذا مما أورد على هذه المسألة. لابد يا أخوانا تذكروا مثل هذه القضايا إذا كانت تختلج نفوسكم أن تذكروها حتى ينتفع الجميع. وطبعا يمكن أن أكون أنا جهلت هذا فأفهمه، ويمكن أن يكون هناك جواب أذكر هذا الجواب. هناك من اعترض وقال لماذا لا يقال إن الأمر بالوضوء مما مست النار ابتداء كان مستحبا على الاستحباب ولم يكن على الوجوب ولم يتغير الأمر، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك لأنه ليس واجبا. هذا ملخص الإشكال الذي ورد. ثم قالوا والأصل أنه فيما ظاهره التعارض أن ننتقل من القول أولا بالجمع بين النصوص، ثم إذا وجد التاريخ ولم يمكن الجمع بين النصوص فيعمل بالتاريخ ويقال الأول منسوخ والثاني ناسخ، فإن لم يمكن فبالترجيح. هذا الترتيب الذي ذكره، وهذا كلام صحيح، لكنه في موضعنا هذا أو في موضوعنا هذا ضعيف. لماذا؟ لأن كلمة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهل يترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله على الاستحباب لأجل عدم بيان شيء؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترك المستحب ويترك الأمور التي كان يعني يكثر من ملازمتها لا لبيان شيء؟ لا. لذلك نحن ذكرنا أن الراجح القول بالنسخ، وأن هذا نسخ جزئي، وأنه كان يجب عليهم الوضوء مما مست النار. ولذلك يعني نعم صحيح الأمر في البداية يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط أو من ثور أقط، أن هذا يمكن أن يكون على الاستحباب لأن الأمر هناك صوارف له، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحيانا هذا صارف، لكن هذا بشرط أن يكون الترك في وقت أن يكون الترك متزامنا مع الأمر. أما إذا ثبت تأخر الأمر فإن الأصل في هذا الأمر أنه إيش، وخاصة إذا نص عليه الصحابة، وهذا فهم الصحابي الناقل للمسألة أن هذا هو أول وهذا آخر، فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. بعض الناس اعترض باعتراض آخر وهو اعتراض بارد غير صحيح، قالوا إنما ورد عن
جابر رواية المسألتين من غير قوله كان آخر الأمرين، بل روى الأمر الأول وروى الأمر الثاني على أنه الثاني من غير أن يبين أنه من غير هذه الصيغة، وأن هذه الصيغة ليست صيغة، هذا كلام غير صحيح، وهذا اعتراضات ركيكة. لو اعترض على كل حديث بهذا بهذه الطريقة أن هذا الحديث ليس من من, من هذا من تصرف الرواة وهذا كذا، لا لجلب علينا ذلك يعني إفسادا للاحتجاج بألفاظ النصوص بألفاظ الحديث. واضح؟ الذي يظهر والله أعلم أن قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسد النار، أنه إما أن يحمل على أنه كان، إذا بدنا نقول على الاستحباب إذن ذهب الاستحباب، ولكن الروايات في استحباب الوضوء واضح أنها متأخرة. واضح؟ إذن بقي الوضوء مما مست النار كان واجبا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ على وجه التخفيف، نسخ تخفيف والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. وقد روى الحجاج بن أرباط هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أبطاه فأخطأ فيه وقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. قال إسحاق: أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. نعم، هذا الباب مليء بالكلام عن الأسانيد. الوضوء من لحوم الإبل ليس له علاقة بالوضوء من مما مست النار، موضوع آخر. فلو أنه أكل من الإبل من لحمها أو شحمها أو غيره من غير أن يضعه على النار، بعض الناس يأتي ببعض الشحم يقطعه ويضع عليه شيء من الملح أو شيء من الفلفل ويأكله من غير، فهذا لو أكل من كبده لو أكل هذا يعتبر أكل من لحوم الإبل، وبالتالي فإنه يلزمه على ذلك أن يتوضأ، فلا تعارض بين هذا الحديث ولا آخر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية أحفظ الناس عن الأعمش، ولذلك الأعمش يقول له: لقد إيش؟ لقد أخذت كيسا فربطته، أو لقد ربطت كيسا. متى الإنسان يربط كيسه الذي يجمع في الكيس الأشياء الحب أو غير ذلك، متى يربط الكيس؟ لما يمتلئ. فيقول: أما أنت فقد ربطت كيسا، مع أن أبو معاوية في غير الأعمش. إيش الكلام على ابن معاوية؟ ها؟ إيش قال ابن حجر عن ابن معاوية؟ أحفظ الناس. لا بس قبل. إيه. فهو بالنسبة للأعمش مميز، تفرد بروايته عن الأعمش، فصار الناس يرجعون إلى روايته إيش عن الأعمش، لكنه في غير الأعمش ليس مثل روايته عن الأعمش، هذا التفرد تميز. نعم. طبعا هو ليش لازم الأعمش 20 سنة، لازم الأعمش 20 سنة، وكلاهما عنده مشكلة في البصر، فلا ينظر الإنسان إلى هذه القضية ويظن أن فيها مشكلة على الرواية. الأعمش نفسه أعمش. واضح؟ طيب. قال عن عبد الله بن عبد الله الرازي، انتبه إلى هذا، هذه قضية من القضايا اللي قال لك عبد الله بن عبد الله الرازي، هو يقول أنا متأكد أن الرواية من رواية الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي، هذا صدق. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
الثقة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال لا توضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. إذن فرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، وتكلم الناس الفرق بينهما، والفروق بين الإبل والغنم كثيرة جدا كثيرة جدا، منها أن الغنم فيه الوداعة وفيها اللين وفيها السكينة وفيها التواضع وفيها الانقياد والسهل، الإبل فيها العلو والرفعة وفيها قوة وفيها شرود وفيها شيطنة، وخلقت من الشياطين، يعني أنها فيها شيطنة، ما يعني أنها جبلت بهذا الشكل، كما قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني خلق على هذا، جبل على هذا، وليس المقصود أنها خلقت من الجن أو من لا، وإنما خلق من الشياطين، أن فيها الشيطنة وفيها الشرود وفيها الجموح، ولذلك كيف يعني يقودونها؟ يضعون في أنفها الحلقة أو الخشبة، فطبعا هذا الشيء، فإذا وضعوا فيه خيطا استطاعوا أن يقودوها، فصارت الإبل مذللة بذلك، يكون بعيرا هينا ليلا دليلا، واضح؟ فلا يصلى في مرابضه، ويكون الإنسان حذرا من سخطته، ولا ويتوضأ من لحمه. وتكلم العلماء في قضية التعليل في هذا الأمر بكلام جليل وطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، يعني ليس هذا موضعه. طيب، إذن هذا يدل على التفريق بين الأمرين مع عدم العلاقة وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير، طبعا نحن أشرنا إلى حديث مسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ في أي شيء، في لحوم الغنم، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير، حديث أسيد بن حضير انتقده، ليش؟ قال في هذا الإسناد الحجاج بن أرطاة، فجعل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير وليس كذلك، فخطأ من عليه الحمل في هذا الحديث؟ عندي إسناد في خطأ، على من أحمل هذا الخطأ؟ أضعف راوي في هذا، ولا سيما الذي يعرف في حفظه مشكلة، فالحمل في هذا على الحجاج ابن أرطاة، فهو صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس. طيب، قال والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق، القول يعني أن أحمد الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق يعني ابن راهويه أنهما يقولان ببطلان الوضوء من الإبل. وروى عبيدة الضبي، عبيدة الضبي اللي هو عبيدة بن معتب الضبي، هذا فيه إيش؟ فيه ضعف، واختلط بأخرة، صدوق اختلط بأخرة، وبالتالي فالحديث إذا أخطأ. عبيدة ابن حميد ولا ابن معتب؟ ابن حميد ضعيف. أيوة، إيش كل إيش ابن معتب؟ تأكد، من يتأكد لنا؟ الراوي عن عبد الله بن عبد الله الرازي، واحد يتأكد لنا. هذا حديث رواه عمرو بن محمد الناطق. نعم، جيد. في هذا المحقق تحت يقول هذا الكلام عن عمرو بن ناخب عبيدة ابن حميد عن عبيدة ابن معتب الضبي بهذا الإسناد. إذن عبيدة بن حميد يروي عن عبيدة بن معتب. لا، الإسناد عمرو بن محمد النافذ عن عبيدة عن عبد الله الرازي، هذا رواه الإمام عبد الله بن أحمد في الزوائد المسند. فعندي أنا أخرجه من هذا الطريق، أنا ما راجعت هذا الحديث. أخرجته من المسند يعني ليس من. طيب، نتأكد أيضا، نتأكد. أخرجه من هذا الطريق عبد الله بن أحمد في زيادته عن المسند عن عمرو الناقد عن عبيدة بن حميد عن عبيدة بن معتب الضبي. عبيدة بن معتب هو الصدوق الذي اختلط بأخرى، أما عبيدة بن حميد إيش الكلام فيه؟ يوجد في الإسناد في مسند أحمد. تأكد.
نتأكد إن شاء الله. إيش بقى؟ هو ابن معتب. هذا فيه عنده فيه شيء. المبارك فوري إذن هو المعتب. يعني أنا أتأكد إن شاء الله تعالى أن الذي يعني عند البحث سابقا كتبت عندي هنا أنه هو ابن معتب وأن حكم ابن حجر فيه صدوق اختلط بآخرة. متأكد إن شاء الله تعالى. جيد. على كل حال لكنه يتحمل هذا. طبعا عبيدة بن حميد إيش إيش الكلام فيه؟ ضعيف. هذا قال في صدوق اختلط بآخرة. على كل حال حجاج وعبيدة كلاهما مخالف للثقة. كلاهما مخالف. واحد قال أسيد بن حضير بدل عبد الرحمن بن مهدي عن أسيد بن حضير فأخطأ جعله بدل البراء، والثاني عبيدة الضبي جعله عن ذي الغرة بدل إيش؟ عن ذي الغرة بدل البراء، وكلاهما خالف. من الفوائد أيضا الإسنادية هنا قال وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن حجاج ابن أرطاه. طيب حجاج ابن أرطاه هو في نفسه إيش يخطئ ويدلس وهكذا، ومع ذلك حمل خطأ الخطأ هنا على حماد ابن سلمة. لماذا؟ لتشابه الاسمين في رواية الحجاج ابن أرطاه يروي عن عبد الله، فقال فيه حماد ابن سلمة عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فجعل الحديث من حديث ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لأنه يعني السبب في ذلك لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، فظن أن عبد الله الذي روى عنه حجاج بن أرطاه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخطأ، فأدرك ذلك الإمام الترمذي لأنه يروي الحديث من حديث عبد الله بن إيش بن عبد الله الرازي. واضح. وحماد بن سلمة أحيانا إيش يخطئ، وبالتالي فمثل هذا الأمر حمله حماد بن سلمة، فصار الحديث من رواية حجاج بن أرطاه فيه خطأان. خطأ الأول خطأ حجاج بن أرطاه فجعله من رواية أسيد بن حضير، والخطأ الثاني من حماد بن سلمة إذ جعل رواية حجاج بن أرطاه عن عبد الله إيش ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. لاحظ كيف أهل الحديث لا يفوتهم شيء في هذا اللقاء، حتى لو كان حماد بن سلمة على إمامته وكذا، لا لا هذا الأمر ما عندهم فيه. بعد ما يذكر الصواب وبعدين ترحم عليه امدحه كما تشاء، لكن في الحديث ما في مواربة، لابد من إيش من ذكر الواقع. طيب قال وصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه نسخة ونسخة. أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، هذان حديثان صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن سمرة ابن سمرة في هذا الباب له شاهد من طريق عثمان بن عبد الله ابن موهب وفي في 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 مسلم أظن، وكذلك من حديث جعفر بن أبي ثور عنه، وهو قال فيه ابن حجر مقبول، لكنه في الواقع الظاهر أنه ثقة مسلم احتج به. وكما ترون الإمام الترمذي إيش قال في هذا الموضع، يعني كان له فيه توثيق، لعل إن شاء الله تعالى نأتي إليه ومر معنا، أظن أنه فيه كلام. على كل حال صحح حديثه، فهذا التصحيح منه لهذا الحديث يدل على ذلك، لكن نأتي إليه إن شاء الله تعالى. قال فيه الإمام الترمذي مشهور، وابن حبان ذكره في الثقات وروى عنه جمع. على كل حال هو يعني ليس ثقة، يعني صدوق. حسن الحديث، حسن الحديث، أنا قلت ثقة وهذا سبق مني، حسن الحديث يعني ليس مجرد مقبول. فالراوي إذا لم يكن فيه جرح وكان فيه توثيق، سواء كان صريحا أو كان ضمنيا وروى عنه جمع، فمثل هذا لا ينزل عن رتبة الصدوق. إذا كان فيه توثيق ضمني أو صريح لا ينزل عن رتبة الصدوق. واضح هذه، وتكلمنا عنه كيف أن بعض أهل العلم ذكر ذلك في السابق، يعني ذكرنا هذا. فعندنا ابن حبان وثقه توثيقا ضمنيا لما ذكره في كتابه الثقات.
والترمذي ذكر أنه مشهور واحتجوا بحديثه، وهذا يعني أنه إيش؟ أنه فيه توثيق ضمني، وروى عنه جمع، فمثل هذا لا ينزل على رتبة الصدوق، وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أنه مقبول. ومقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين، يعني درجة مثل درجة الجاء المجهول ونحو ذلك. طيب أذن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح زيادة قولش قال وقول أحمد وإسحاق مطلوب عن بعض المتابعين وغيرهم من أولياء وهو وقول سفيان الثوري عن بعض نعم في بعض يعني بعض النسخ وقول أحمد وإسحاق ودروي عن بعض أهل العلم من تابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري يعني أهل الكوفة قولهم أنه لا وضوء منه وأما أهل المدينة يعني أهل المدينة ومن كان على نحوهم أنهم يقولون بذلك ويعني ومنهم أهل بغداد أحمد وإسحاق وجماعة نعم الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد
لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. نعم، قال: باب الوضوء من مس الذكر، والوضوء من مس الذكر أو من مس الفرج بالنسبة للرجل والمرأة فيه خلاف، أنه هل يبطل ولا ما يبطل ابتداء. فمنهم من قال لا يبطل مطلقا، ومنهم من قال لا يبطل إلا إذا كان عن عمد أو عن شهوة. وبالتالي فهذه الأقوال في هذه المسألة، والظاهر والله تعالى أعلم أن مس الذكر لا يبطل إذا لم يكن إذا لم يتعمده، إذا كان على وجه كأنه مسه كأنه على أي جزء منه فإن هذا لا يبطل الوضوء، واضح؟ أما إذا كان عن شهوة فإنه يبطل والله أعلم، لأنه مظنة، يعني هو ربط بالمظنة ولكنه يغلب عليه. حتى لو أن الإنسان لم يستشعر خروج شيء فإنه لا يطالب بتعقب أو تتبع ما يمكن أن يخرج، فإذا عمل مثل هذه المظنة أو المظنة فإنه يعني قد ربط بها، وقد جاء الحديث صريحا في الوضوء منه. طيب، ثم ذكر لنا حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وهذا نص في هذه المسألة. قال في الباب عن أم حبيبة، وبعد ذلك بيّن أن حديث أم حبيبة لا يصح، وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد. إذن الحديث مروي عن جمع من الصحابة لكنه ليس بنفس اللفظ، وإنما في الباب، يعني فيما يدل على أن المس للفرج يبطل الوضوء. قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا تصحيح منه وبيان لشأن هذا الحديث، يعني سندا ودراية ورواية، حيث دراية والرواية. قال: هكذا رواه أو روى نسخة غير واحد من مثل هذا عن هشام عروة عن أبيه عن بسرة، فيه نسخة، ولكن هذه النسخة شكك بعضهم أنها من رواية الإمام الترمذي، لكنها صحيحة، وهو أنه قال: وروى أبو أسامة وغير واحد من أهل هذا الحديث عن هشام عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة بهذا. المزي رحمه الله تعالى لم يعد هذا الحديث من أحاديث الترمذي، ولذلك حينما ذكر أبا أسامة وذكر رواية إسحاق المنصور كوسج عنه رمز، قال: خاء ميم سين قاف، بخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجه، فلم يذكر رواية الترمذي له، يعني أن إسحاق المنصور روى عن أبي أسامة حماد ابن أسامة، واضح؟ فلم يعده ولم يذكره في التحفة، يعني لم يذكر هذا الحديث أنه من حديث الترمذي. ومنهم من ذكره، على كل حال الحديث صحيح، إسناده كما ترون صحيح، فهو ثابت أيضا من حديث مروان عن بسرة. وأما رواية الحديث من حديث عروة عن أبيه عن بسرة جاء في هذا، قال: حدثنا بذلك علي بن حجر، نعم، حديث هذا روى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك عن الحجر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة، يعني بدون توسط مروان بين عروة وبسرة، بين عبد الله بن عبد الله بن الزبير، يعني عندنا واحد هشام بن عروة عن أبيه عروة عن بسرة، والثاني عن عروة عن مروان عن بسرة، هذا بدون مروان، يعني عن عروة عن بسرة. فيبدو أنه قد يكون روى هذا الحديث عن عروة عن بسرة، وقد يكون رواه عروة عن بسرة مباشرة، وقد يكون رواه عن بسرة بواسطة أيضا، يعني يكون رواه هكذا وهكذا، ما في مانع من هذا وهذا. إيش؟ يمكن أن يكون تثبت من بسرة، يعني سمعه من مروان وأنه أن بسرة حضرت المجلس فسأل بسرة، يعني يجوز هذا وهذا ولا مانع من هذا. قال: هو قول
غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون بأن المس يبطل الوضوء. ذكرنا أن المسألة فيها الخلاف، وأن ظاهر الله أعلم أن المس إنما يبطل إذا كان بشهوة، أما إذا حصل من إنسان من غير أي قصد ولا شيء هذا لا يضر إن شاء الله. قال محمد أصح شيء في هذا الباب حديث بصرى، وهذا الكلمة منه تدل على أنه أفضل موجود، ولا تدل على ضعف ما سواه، ولا تدل أصلا على صحته، لكن حديث إيش صحيح. وقال أبو زرعة حديث أمي حبيبة في هذا الباب صحيح. أبو زرعة يرى أن مكحول سمع من عنبسة، ولذلك قال هذا الكلام، يعني هذا الذي يميل إليه أبو زرعة. أبو زرعة ليس متسامحا في مسألة السماع، واضح. وقال للإمام الترمذي وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة عن أبي سفيان عن أمي حبيبة. وقال محمد، يعني مخالفا أبا زرعة، لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة هذا الحديث أو غير هذا الحديث. يعني عرفنا أن مكحولا إنما يروي عن عنبسة بواسطة، أما مباشرة فإنه لا تصح روايته لعدم سماعه. وهنا قال وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا، يعني حديث أم حبيبة. طيب سأسألكم الآن، انتبهوا إلى سؤال جيدا يحتاج إلى دقة. إذا قال الإمام البخاري لم يصح سماعه من فلان، أو فلان لم يسمع، أو فلان لا يعرف له سماع من فلان، وعارضه آخر من الأئمة فقال هذا الإسناد صحيح، أو قال سمع فلان من فلان، أو قال لا يمنع كونه لا يعرف له سماع من صحة الإسناد، هذه كلمات ليست متفقة، ليست شيئا واحدا. من يعطيني ملخصا سريعا؟ هذا البخاري إنما الذي عنده هو عدم علم، ولو أثبت ذكرنا صيغتين، إذا قال لا أعلم سماعا، وإذا قال لم يسمع. هنا قال لم يسمع، طيب إذا قال لم يسمع وقال آخر من الأئمة، يعني مثل أحمد ولا مثل أبي حاتم مثل غير هؤلاء، قالوا سمع فلان من فلان وقال البخاري لم يسمع، لا 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 الكلام هذا كلام المثبت عنده زيادة علم، لكن الأمر إذا كان يعني ليس هناك فيه مرجح يرجح البخاري لعنايته بمسألة السمع، البخاري عنده عناية خاصة فيرجح البخاري فيما كان يعني قريب من السواء، لأنه عنده عناية خاصة بمسألة السمع. لكن إذا قال هو لم يسمع وقال واحد إمام آخر قال سمع فلان من فلان وجزم، فإن المثبت مقدم على إيش؟ على النافي، إلا إذا علمنا أنه إنما أثبت السماع بحديث إسناده ضعيف إلى من ذكر السماع فحينئذ لا. أما هذا نفى، هذا أثبت من غير أي دليل من كل منهما وتساوت، فإن المثبت مقدم على إيش؟ على النافي، لأن عند المثبت إيش؟ زيادة علم. بينما إذا قال الإمام البخاري لا يعرف له سماع من فلان، فإن هذا لا يعني أن البخاري يجزم بأنه لم يسمع، ولكن يقول هذا ليس على شرطه لا يعرف له سماع، وبالتالي فمثل هذا الإمام البخاري لا يضعف حديثه بسبب أنه لا يعرف له سماع، ولكنه لا يجعل ذلك الحديث لا يدعه في صحيحه. ولذلك ثبت عند البخاري مواضع أنه قال في الشيء لا يعرف له سماع من فلان، ثم إنه حكم على الحديث بالصحة أو الحسن، وضربت أنا لذلك أمثلة في بعض المواطن، وذكرني بعضهم إن شاء الله تعالى أبعث لكم به حتى تنشروا بينكم إن شاء الله تعالى. وبالتالي هذا لا يعرف له سماع، بينما هنا قال لم يسمع مكحول، وبالتالي يعتمد قول البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة، فحديث أمي حبيبة في ذلك حديث إيش؟ لا يصح. أبي زرعة وما
أبو زرعة صحح، أبو زرعة صحح، وهذا نحن قلنا إذا صرح فقال سمع، والآخر صرح فقال لم يسمع، بينما إذا أثبت الصحة فقد يكون أثبتها على منهجه العام بالقبول الذي يحصل بإمكان اللقاء، هذا ليس صريحا في المعارضة، يعني لا يكون أبو زرعة بهذا الشكل صريحا في معارضة البخاري، لأنه قد لا يكون انتبه أو التفت إلى قضية عدم سماع عنبسة من مكوه، فلا يعارض. لماذا أنا ذكرت كل هذه القصة حتى لا نقع في هذا الإشكال؟ الذين صححوا الحديث عن أم حبيبة صححوه بدون تصريح بسماع عنبسة عن مكوه. فإذا حديث بسرى إن شاء الله تعالى حسبنا أن نثبته من حديث بسرى. نعم. من ناحية الحديثية الآن أيضا نقل ابن حجر مثلا في تلخيص. نعم. الآن ما وقف مع هذا النقل مسندا إلى دحي مثلا. نعم. لكن حجر نقله عنه وذكر أنه وفعلا وهذا حاله أنه متخصص في رواة الشام وأثبت السماع، فمثل هذا ما وزنه؟ لو ثبت عن دحيم مثل هذا الكلام أو عن أهل الشام المتخصصين أو عن أهل الشام معروفين بنقد الرجال فإنهم يقدمون في مثل ذلك، هذه قضية اختصاص. فدحيم وغيره اللي هو من دحيم؟ من دحيم؟ عبد الرحمن دحيم هذه لقب، فدحيم شامي وهو من النقاد، شاهد الكلام أنه ثبت عبد الرحمن بن عمر كان، المهم فشاهد الكلام مثل هذا يؤخذ ولا يرد، واضح؟ لكن كما ذكرنا لكم اختصاص الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الرواية في السماع لا يمكن أن يعني يجهل. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.